خلينا نروح للنجم الكبير كابتن شطه. يا كابتن شطه منور ومشرف. يا كابتن اسلام، والله يا كابتن شطه انا ببقى مبسوط لما بسمع صوتك مع انك ما بتكلمنيش يعني. والله انا شاحي شويه في القاعده التلفزيونيه عشان شغلي صراحه، بتلاقيني مثلا في دمياط ومره في الغردقه ومره في المنصوره، فعشان كده يعني ما بقاش متواجد. طب اسال علينا دايما. لكن اسال علينا أمرك. اسال علينا بس. والله انا متابعك، ده انا بشوفك بالليل والصبح. تشوفني مرتين، ده كتير قوي يا كابتن، ده كده كتير قوي. لا سعداء جدا بوجودك معانا. يعني وجه سينمائي يعني، ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا كابتن، احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. وبعدين انا بطمن عليك دايما من اخواتنا الصغيرين المديرين الاكاديميات اللي في كل الافرع يعني، ومطمنني الحمد لله عاملين شغل كبير جدا وشغل جامد جدا. والله مجهود كبير، انت عارف في الحر اللي احنا فيه ده. الفكره اساسا بتاعت الاكاديميات دي وجود النادي الاهلي في اكثر من محافظه. صحيح. لانه في اكثر يعني جمهور الاهلي ومشجعي الاهلي اليوم حق علينا يعني، والله بتواجد في كل حته يعني، اكثر من 24 اكاديميه. وده طبعا الحقيقه فلسفه مجلس الاداره، ونحن ما بنبصش على الماده بقدر ما بنبصش على مشاركه هؤلاء اللاعبين الصغار في بي 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 يعني بي بشعار النادي وتواجدهم في الاماكن ديته. والحقيقه يعني اقبال الحمد لله يعني، اسم النادي الاهلي كبير، وانا سعيد جدا بانه الحقيقه متواجدين في يمكن 80 او 90% من محافظات مصر كلها. الحمد لله. الحمد لله. في البدايات يعني في اول اربع خمس ايام يعني، كان معايا زميلنا عمرو الحلواني من اسبوع ولا من 10 ايام، سالته قال لي ان في اول اربع ايام بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله 700 800 او اكتر شويه واحد متواجدين في اكاديميه النادي الاهلي في التجمع الخامس، وزيهم في زايد، وزيهم هنا، وزيهم هنا، وزيهم هنا. يعني حاجه جميله جدا، ومجهود الحقيقه كابتن شطه يعني الحمد لله ان حضرتك معانا عشان اهنيك على هذا المجهود الرائع. الله يخليك، انت عارف احنا يعني متربيين في النادي، يعني يعتبر دلوقتي احنا يعني عجايز النادي دلوقتي. ربنا يديك الصحه يا كابتن. دلوقتي بص كده تلاقي جيلنا ده دلوقتي الجيل الامين، ربنا يديهم الصحه، يعني في منهم متواجدين. احنا دلوقتي جيل السبعينات ان شاء الله ربنا يقدرنا، ونحاول نعمل حاجه للنادي ان شاء الله في الفترات القادمه يا كابتن اسلام. لا يعني عاملين حاجه كويسه جدا، وانا دائم السؤال على الاكاديميات وظروف الاكاديميات. الحقيقه منذ تواجد كابتن شطه الامور مختلفه تماما 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 وبشكل احسن، وده موجود في العدد يعني. الاعداد كلما تزيد تعني النجاح، وكلما تزيد وكلما تزيد بالتدريب الرائع اللي موجود في كل مكان يا كابتن شطه. السنه دي ان شاء الله ربنا يقدرنا نعمل حاجه. السنه اللي فاتت عدينا ال 11,000 لاعب في ال 24 اكاديميه. وانا من خلال المنصه هنا دلوقتي بقول لحضرتك ان انا الكره النسائيه اصبحت دلوقتي عندنا يعني الحقيقه في الثلاث افرع الكبيره قوي اللي هي زايد ومدينه نصر والتجمع، عندنا حقيقه كره نسائيه اصبحت يعني جزء من الحقيقه كره القدم. وبجانب دلوقتي خلاص بقى النادي الاهلي دخل في بطولات افريقيه، في مشاركات دوري كره نسائيه، يعني بنعد برضو كمان كوادر نسائيه مدربات، وبنعد لاعبات عشان ان شاء الله قطاع الكره النسائيه برضو يعني يستفيد من الاكاديميه زي ما قطاع الناشئين بيستفيد من الاكاديميه، سواء اداريين سواء مدربين سواء اي حقيقه لاعبين. واحنا سعداء جدا بانه النادي الاهلي الان اصبح له يعني باع كبير جدا في الكره النسائيه، وان شاء الله يعني النادي الاهلي يلعب دوري ابطال افريقيا للكره النسائيه ان شاء الله قريبا باذن الله. يلعب وان شاء الله كالعاده دائما لا ننظر الى البطولات كمان، لا ننظر الا للمركز الاول دائما.